وعايزين نعرف يعني حضرتك شايف ازاي الازمه، هل ممكن يتم يعني مثلا حل الازمه دي في جهود يعني؟ والله اذا كان هم يعني بيشككوا في نتيجه الانتخابات وان حصل تلاعب وتزوير، اولا الانتخابات كانت مسؤوليه لجنه حقوق الانسان اكيد طبعا. تمام. لم يحد يتدخل احد من قيادات الحزب في اطار العمليه الانتخابيه. تمام. اثنين، انا افهم جدا وراجل بتاع انتخابات، اذا كان هناك اي شيء حدث يبقى اثناء سير العمليه الانتخابيه صحيح. مش بعد اعلان النتيجه صحيح. المفروض كان هم لو لقوا شيء وكان الامر مفتوح للجميع والمرشحين كانوا بيتابعوا وكان لهم مناديب كانوا يسجلوا اعتراضهم في حينه صحيح. مش بعد اعلان النتيجه. على حسب اي واحد فيهم اذا كنت قد نجحت كنت هتطعن عن سير العمليه الانتخابيه؟ لا تمام، خد بالك ازاي؟ فدي حقوق واهيه، خد بالك، وما كان يجب. وبعدين الوفد ليس بالمناصب، العطاء للوفد ليس بالمناصب، وده الفرق بين الوفد تمام وال لسه منضم حديث واخد بالك ازاي، همه على المنصب، لا انا اخدم الوفد في اي موقع تمام. حتى لو ما كنتش عضو هيئه عليا ويمكن عطائي يكون اقوى من عضو الهيئه العليا. اكيد اكيد، خد بالك ازاي، هو ده الفرق. وناس تعقد مؤتمر صحفي وناس تتصدح في وكالات الانباء او وكالات والصحف والاعلام وتنتقد الوفد وتقول ان الوفد حدث تزوير في انتخابات، طبعا ده تجاوز غير مقبول بالمره. تمام. وبالامس الهيئه العليا فوضت المستشار بقى ابو شوق باتخاذ الاجراءات سواء كانت اجراءات قانونيه او اجراءات لائحيه لمواجهه هذا الموقف. وعاوز اقول حاجه اتفضل، لان البعض يعني غايب عنه امور قديمه. فؤاد سراج الدين فصل اخوه شقيقه ياسين سراج الدين في موقف لا مقارنه بينه وبين كده، لمجرد ان هو وافق دون الرجوع للحزب كويس ان هو يسافر في الوفد البرلماني المسافر السودان بتكليف من الدكتور الله يرحمه رفعت المحبوب. فؤاد سراج الدين فصله من الحزب لان المفروض رفعت المحبوب رئيس المجلس يرجع للحزب والحزب يختار من اعضاء الهيئه البرلمانيه يمثلوا في الوفد المسافر. شوف المساله، فؤاد سراج الدين فصل اخوه. هل ده لما بقى ناس تتجاوز حق الحزب وتسيء لسمعه الحزب وتسيء لانتخابات الهيئه العليا وتشكك في النتيجه يبقى ده امر مرفوض تماما. يعني انت بتأيد فصلهم بتأيد فصلهم؟ اي تجاوز في حق الوقت انا ضده. يعني مع قرار فصلهم؟ طبعا تمام.